وللمزيد ينضم إلينا هاتفين الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية. بعد التحية أستاذ أو دكتور أحمد عبود، يترقب البريطانيون ارتفاعا جديدا في أسعار الطاقة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الفواتير لملايين العملاء. كيف يمكن لبريطانيا مواجهة هذه الموجة العالمية من ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بنمر بمرحلة صعبة جدا، وهي مرحلة ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في أسعار الطاقة، ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. بنشوف معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 11%، متوقع أنها تستمر في الزيادة، بنتكلم على 13% و12% بنهاية العام الحالي. مشكلة الطاقة هي مشكلة شائكة جدا، لأن السوق الأوروبي هو يعتمد بطريقة أو بأخرى أنه سوق مفتوح بيحتمل على العرض والطلب. ارتفاع أسعار الطاقة ونتيجة قلة المعروض وعملية ضغط روسي على أوروبا من أجل تزيد المعروض من الغاز ومن أجل أبعاد سياسية أعلنها بسبب الحرب في أوكرانيا. بريطانيا فعلا تواجه مشكلة، لأن ارتفاع أسعار الطاقة هو مشكلة كبيرة جدا، لأن المواطن هناك بيعتمد بشكل كبير على الطاقة في الشتاء وده أمر يعتبر من الأساسيات. الحكومة البريطانية بتحاول تواجه المشكلة بأكثر من طريقة. خلينا نذكر إن شركات البترول وشركات الغاز حققت أرباح عالية جدا في الفترة الأخيرة. احنا بنتكلم على على سبيل المثال شركة بريتش جاز حققت أكثر من 7 بليون جنيه استرليني في الربع الأخير، وده 3 أضعاف ما تم تحقيقه في ربع العام السابق في نفس التوقيت. ده كان الأرباح أقل من كده ب3 أضعاف. إحنا بنتكلم إن شركات الغاز حققت أرباح عالية جدا، ولكن المواطن يعاني بسبب ارتفاع الأسعار. اتجهت بريطانيا إلى تقديم دعم مباشر لبعض الأسر المحتاجة، تخفيض الفواتير الكهرباء بما يعادل 400 جنيه استرليني لجميع الأسر. اتجهت ايضا بريطانيا الى محاوله رفع اعباء الضرائب على شركات الغاز والبترول داخل بريطانيا من اجل استخدام تلك الاموال في دعم الاسر في مواجهه الازمه اللي احنا بنشوفها حاليا. ايضا هناك كما ذكرت دكتور أحمد، هناك مشاكل عدة تعاني منها بريطانيا، مثل التضخم وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المشاكل الاقتصادية الأخرى. هل من وجهة نظرك من الممكن أن تنجو من هذه المشكلات بريطانيا في الوقت القريب؟ خلينا نكون واقعيين إن إحنا المشكلة اللي إحنا بنواجهها الآن، إحنا بنحاول نعالج تبعيات المشكلة وليس أسباب المشكلة. يعني أسباب المشكلة واضحة جدا، وهي الحرب في أوكرانيا، نقص الكميات المعروضة من الغاز، قطع الغاز من روسيا لدول كبرى مثل ألمانيا. هي أسباب لا نستطيع معالجتها بالطريق الطرق الاقتصادية، ولكن احنا بنحاول نعالج تبعيات الأزمة الحالية. على سبيل المثال، هناك اقتراح داخل الحكومة البريطانية تخفيض معدلات الضرائب على الدخل في الفترة القادمة من أجل تخفيف العبء على المواطنين البريطانيين ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار. بريطانيا واخدة اتجاه شديد جدا في أنها لن تقوم برفع الرواتب، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تضخم أكثر وارتفاع أكثر في الأسعار. فدي المشكلة الحالية، أن احنا بنحاول ندعم بس من غير زيادة مرتبات، لأن ده سوف يؤدي إلى استمرار عملية التضخم الحالية. خلينا اقول لحضرتك برضو ان التضخم اللي احنا بنواجهه، احنا بنحاول نوصل لمرحله ركود اقتصادي، والركود الاقتصادي من وجهه نظري في الفتره الحاليه هو امر صحي، بالاخص في زياده الاسعار وعمليه صعوبه توفير المواد الغذائيه والاساسيات. كيف يمكن للركود الاقتصادي ان يكون امر صحي في هذه الاونه ونحن نعاني من مشاكل اقتصاديه كثيره؟ يعني خلينا اقول لحضرتك ان الركود الاقتصادي هو نتيجة بنحاول حاليا، احنا عندنا عملية ارتفاع في الأسعار وتضخم عالي جدا، فإن اتجهنا إلى تخفيض التضخم ده سوف يؤدي إلى عملية ركود اقتصادي. وأنت حضرتك ذكرت في المانشيست إن في انخفاض في عملية الإنتاج وعمليات الصناعة
وايضا انخفاض في معدل الدخل القومي ومعدلات النمو الاقتصادي. احنا كنا بنتكلم على ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بعد ازمه كورونا، خلينا نقول مع بعض ان احنا كان عندنا ازمه كورونا، كان في ركود شديد، كان في عدم نمو اقتصادي، كان في مشاكل كثيره جدا. بعد ازمه كورونا بدانا نشوف عمليه نمو اقتصادي متزايده في معظم الدول، ومعظم الدول داخل الدول المتقدمه مثل اوروبا وامريكا، وايضا في الاسواق الناشئه. يعني بنشوف ارتفاع معدلات النمو في الاسواق الناشئه في وسط اسيا وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، معدلات نمو متميزه جدا. ولكن للاسف احنا حاليا بنواجه ازمه تضخم عاليه جدا، ودايما يكون الحل المباشر لازمه التضخم هو ان احنا يكون عندنا ركود اقتصادي، فتبدا يكون في انخفاض في الاسعار، وبعد كده ممكن نحاول اعاده تحقيق النمو الاقتصادي مره اخرى. يعني خلينا نقول احنا نحاول ناخد هدنه شويه من النمو الاقتصادي، لان احنا في فئات اقتصاديه او في فئات يعني صعبه عليها مواجهه التضخم اللي احنا بنشوفه حاليا، وبالاخص انه بدا يمس السلع الاساسيه. يعني بنتكلم على تضخم في اشياء لا تمس الاسر بطريقه مباشره، احنا بنتكلم على اشياء تمس سواء الغذاء او التدفئة، او هي اشياء تعتبر اشياء اساسيه بالتاكيد. دكتور احمد الأوروبي. وصلت الفكره، اشكرك شكرا جزيلا. الدكتور احمد عبود استاذ الاقتصاد والاداره الماليه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.